يقول: ما هي فضل الصلاة في الحجر؟ الصلاة في الحجر فضلها فضل الصلاة في الكعبة، لأن الحجر أغلبه من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة وصلى ركعتين في داخلها، فدل على فضيلة الصلاة النافلة، فضيلة صلاة النافلة داخل الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.